من يصدر قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات؟ ومن له الحق في الطعن عليها؟ مجلس إدارة الهيئة المسؤول الوحيد عن إعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية. يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة. تنشر النتائج النهائية للانتخابات خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها. يبدأ الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان الهيئة للنتائج. تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.